بسم الله الرحمن الرحيم متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم ديما في الملف ديال المرحومة سعاد حنا ما راح هضرة حتى على شي حاجة إلا على الملف المرحومة سعاد اللي ما بقاوش شي قنوات كيهضروا عليه اللي شي قنوات قالك رفعوا يديهم عليه اللي بزاف ديال الحوايج وبزاف ما يتقال اليوم جيت نخرج نحيي داك المهريش قال لك الاستاذه هزات يدها على الملف د المرحومه سعاد حشومه عليك الاستاذه تهز يديك على الملف د المرحومه سعاد ماشي حشومه ماشي عيب انت يا مع الحق وحقوقيه وكل شيء وانا تقعد مع راسك وداك المهرج وداك تحفه وداك الحمق داك المسطي واش كاين واش واش كتهضر بنيتك عرفتي شكون هي الاستاذ الروقاني الا ما كنتيش كتعرفها انا غادي نعرفك بها الاستاذ الروقاني هي اللي ما تتفكش اي ميل في شداتو كدافع بشراسه بالاخص الناس ديالها كيكونوا مظلومين يعني باغا تجيب لهم حقهم باي طريقه كدافع القوة ديالها ما عطاها سيدة ربي هذاك المهرج واش انت صحي ولا ناعس واش في عقلك ولا ماشي في عقلك اللي كتقول تحية كبيرة للأستاذة اللي عاد فهمت راسها وهزت يديها على الملف واش مريض ولا صحيح ولا شكون هاد الأستاذة اللي غتهز يديها على الملف واش انت سافا بانو ضحكتيني ميلا ضحكتيني قال لهم انت الاستاذه هزت فهمت راسها وهزت يدها على الملف بالعكس أستاذة شاده في الميلف بسنانها بيديها بسنانها بكل شيء الاستاذه الروقاني غنيه عن التعريف تحيه كبيره ليها من هذا المنبر ديالي المتواضع مشيتي غلط مشيتي النمره الغلطه حسابك اي واحد أمشي معاك في الخط واصلا بعدا شكون نتا اصلا اصلا شكون نتا واحد مهرج ضرب في المؤسسه ديال الدوله ضرب في اي واحد النساء ما خليتي حتى شي حد ما كتحترم لا كبير لا صغير اجي فم مطلق هذا هو انت المهرج اما باش تقول على الاستاذه بأنها يعني مشات معاكم في الخط وزاتي عليه ايديها على الملف راك غالط راك غالط وستين ألف عام وانت غلط وديما انت غلط وما عمرك غتكون صح أكبر كذاب على الكرة الأرضية مجرد بغيت تطلع البوز على ظهر واحد سيدة مرحومة ميتة في قبرها ميتة بتسمم اللي ما بقاتش فيك اللي كتدفع للزوج ديالها اللي كتقول كو ما كنتش انت كرهم في الحبس شكون انت ياك انت هو عزراين قبط الرواح ولا انت هو القاضي ولا انت هو الوكيل العام ولا انت هو المحكمه ولا انت هو انت ولا شيء بالنسبه لي انا ولا شيء مجرد حشره مضره سلطها علينا الله هذا الشيء اللي كاين ولكن باش تقول على الاستاذه سير قول هذه الهضره على شي حد اخر ماشي على الاستاذه الروكاني ونعاود نحييها نهار من المنبر اللي مباشرة الملف المرحوم سعاد اللي أي حاجة حطات الوجبة ديالها حطات كل شي ديالها كان غير تحقيق الشهادي هذاك المهرج هذاك الكذاب عامر كذوب من راسك حتى لرجليك عيتي الدور عيتي تريني على عباد الله عيتي تكذب عيتي الطير عيتي تضرب في عباد الله انا انا وامه ما احترمتينيش انا وما خليتي ما قلتي عليا ولكن اللي ما مربيش عندنا اللي كيربيه عندنا المؤسسات ديال الدوله اللي كتكمل ليه التربيه سمعتي اللي ما مربيش كاين اللي كتكمل له المؤسسات كتكمل له التربيه بزاف د وانت طاولتي بزاف طاولتي اكثر من القانون نشرتي علينا ما خليتي حتى شي حد ولكن باش توصل لواحد الملف واحد السيده ماتت متكرفصه بزاف كاع ماشي غير شويه واحد السيده كتالم الحياه ديالها داكشي اللي سمعناه بقى فينا الحال الا ما دفعناش عليها الا ما جبنا حقها ماشي حنايا مسلمين ولا مواطنين مغاربه حرام ماشي بحالك المهريش الكذاب المنافق جمع الدعاوي كامل الله يستر الله يحضر الطف الله يبعدك علينا الله يبعدك علينا يعني كما بعدت تسمع على الارض ماشي على على الارض حسبي الله ونعم الوكيل منك والاستاذه شاده الملف ومازال في الملف وغدا دفع المرحومه سعاد وانا عاوتاني شاده الملف وثلاثه المؤازرات وطرف ميداني وما غنتنازلوش على الحق المرحومه وراجلها الا كانت كتعشمو كت بان بارئ بان مسيكين مظلوم هذيك الهضره سير قولها لراسك ماشي انت اللي غتقولنا لا مظلوم ولا بريء القضاء اللي كي يحسم الامر ماشي انت المهرج اللي عايش في اراضي امريكيه وعد قناه امريكيه وباسبور امريكي حفظنا هذا الدرس حفظناه طلعتي لنا في العظام ديالنا طلعتي لنا بالكذوب ديالك وبالتنفيق ديالك ولكن باش توصل حتى الأستاذة الروق يعني الأستاذة العظيمة الأستاذة الفضيلة تقول شيء درا ما كيناش وما غنسكتوش ليك ولا هي غتسكت ليك وعاود خرج باهرنا وخرج كدب وخرج قول الأستاذة قالت ولا الأستاذة غدير ولا الأستاذة غتفعل هذاك المهرج الكداب اللي ما عندك وجه المسخ اللي عجبك حالك ما غنقولكش شنو كاين اخر خبر راه فراسك سمعتي داك المهرج خبر راه فراسك استاذه مازال اخوتي في الملف ديال المرحومه سعاد عيد الكذوب اللي تيطلق داك المهرج ما كايناش هاد الهضره تيقول لك لا لا ما بقاتش في الملف و... وكيشكرها حيت فهمت راسها عويلي ش الهضره انت ما خليتي حتى شي حد انت وليتي كتحكم في كل شيء شكون انت شكون انت مجرد حشره مضره مجرد واحد الحوتاله واحد المهرج واحد درايب درايبكي بسالي راسو غير اللي يجي كي كيجي يطلقو تيجمع ميمي على ظهر القرون مالي للقرون بسالي ما عرفش انا المستوى ديالك الدراسي حتى لين واصل لانك كنتي شي انسان مثقف ولا انسان واعي غادي توعى على الهضره اللي كتقول وغادي تبقى فيك ديك المرحومه اللي انت ما باغيش حقها اللي انت باغي تغطيه اللي انت بزاف د الحوايج متتبعين ديالي الغزلان تحيه كبيره ليكم الاستاذ الروقاني غني عن التعريف مازال في الميل في دي المرحومه سعاد الا سمعتوا شي هضره راه غير كذوب ما كيناش الا قال داك المهرج شي هضره راه غير كيهرج عليكم راه معروف كذاب أما الأستاذة مازال في الملف والملف مازال في التحقيق اللي راجلها كيخرج كيقول لكم انا باري انا باري ماشي انت اللي غتقول باري انت دايرين راك مشتبه انت ومرتك امك مشتبه ملي كمل التحقيق عاد غنعرفوا شنو كاين ملي غيكمل التحقيق عاد غنعرفوك شوف شنو كاين ونعرفوا الجديد ونعرفوا شنو المآل ديال الملف شنو شنو غادي يوقع باش تجي تعطينا البراءه ديالك لا يعقل ولا تبرئ راسك انت ماشي انت المحكمه ولا قاضي التحقيق هذاك قيلوش لما ودني للقفه قرض قنيطره سميتي لا انت ولا الاتباع ديالك اللي معاك اللي كتمشي تعاود لهم الازليات وكيتيقوا بك حنا كنتيقوا بالقضاء النزيه ديالنا تحيه كبيره ليهم ما تقود حتى بشي حد وتحيه كبيره للاستاذة الرقاني اللي شد الملف ديال المرحومه سعاد البريقي وتحيه لاي واحد عنده حرقه من المتتبعين اللي بقات فيهم المرحومه وباغين الحق ديالها وكيف العاده الا قطعت انت عاده على المتتبعين ديالي الغزلان والتقانا في واحد اللايف عاود نفضحوا الفساد والمفسدين الكذابه